السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. احنا حاليا في شارع سعد زغلول في محطه الرمل وسط اسكندريه التجاري، ولكن بشكل مختلف. عاملين دمج ما بين يوم مشمس ويوم شتاء، وليس شتاء عادي، ده شتاء تلج، في نفس المكان في شارع سعد زغلول. يا رب الفيديو ينال اعجابكم.